ده another example of reversible acute myocarditis في الانتيريور سيبتر. عندنا هنا في الـ في الـ T1 في الايرلي جادولينيوم انهانسمنت ده النان كونتراست T1، وده عندنا هنا الايرلي جادولينيوم انهانسمنت في اريا اوف هايبرينيا، ادي عندي بوينت، وعندي هنا الايديما في T2 ويت الايمج، يبقى ادي البوينت الثانيه، يبقى انا عندي هايبرينيا واديما هنا لكن ما عنديش سكار حصلت، فمعنى كده ان حصل لها ريفرسابيلتي وما حصلش نكروز وما حصلش ديس اوف التيشو، فعدت الحمد لله بسلام. ده another example of acute myocarditis with lack lows 2 over 2. ايه ال 2 اللي عندنا؟ ان انا عندي هنا اديما موجوده في ال T2 weighted image، وعندي هنا enhancement في ال late gadolinium enhancement. عندي 2 character من الثلاثه، يبقى دي diagnostic للايه؟ acute myocardial edema. إيه طبعا ال gold standard لل diagnosis of acute myocarditis هو البيوبسي، بس طبعا ده ما بيحصلش، بس الحاله دي كانت بيوبسي. انا مش عارفه بقى هي بيوبسي والعيان صاحي ولا بعد ما مات، الله اعلم يعني. بس كان عندنا هنا ان دي كان بروف ان هي اكيوت مايكارديتس، دي السيمي دايستول ودي السيمي سيستول، وهنلاقي ان في الانفيريور لاترال سيجمنت هنا لو قارنا نفس القاعده اللي قلناها، لو قارنا الوول ثيكنس في السيستول هنلاقيه انكريز في النورمال سيجمنتس، وما حصلوش انكريزنج او تشينج في الاريا اوف افكشن او في الانسلتد اريا. فكان عندنا هنا في ابنورمال موشن ابنورمال وول موشن ابنورماليتي. لما جينا نشوف الليد جادولينيوم انهانسمنت بتاعها، لقينا في عندنا هنا سب ايبيكارديال انهانسمنت في الانفيريور وول وترانس ميورال انهانسمنت في اللاترال وول، ودي كانت بايوبسي بروفد. ماشي، دي انذر اكزامبل اوف اكيوت مايكارديتس ومعاها سمول بريكارديال افيوجن في الميد وول، في هنا ثيرد ريم اوف ايه انهانسمنت، يعني اسوشيتد دايما بيبقوا كونكومنتات مع بعض، معظم الحالات بيبقى كونكومنتات مايكارديتس مع بريكارديتس. دي كانت كيس اوف اكيوت رايت فنتريكولار اكيوت مايكارديتس في الانتيريور فري وول اوف الرايت فنتريكل. لو جينا نطبق الكلاسيك لاكيوس هنلاقي هنا 2 اوفر 3. ازاي 2 اوفر 3؟ ان انا عندي هنا في ال T2 في اريا اوف ايديما وفي اريا اوف ليت جادولينيوم انهانسمنت موجوده في الليت جادولينيوم انهانسمنت، فمعنى كده انها 2 اوفر 3، ما عنديش الايرلي فيرست باس علشان اقول في هايبرينيا ولا لا. لكن لما اجي اطبق الموديفاير هلاقي ان في النيتف تي 2 في سوري في التي 2 مابينج هنلاقي في اريا الثين ريم اللي موجود ده في الفري لاترال وول في انكريز التي 2 فاليو، وعندي في النيتف والبوست كونتراست تي 2 في برضه انكريز الفاليو. ولو جينا نحسب هنلاقي ان في انكريز للاكسترا سيلولار فوليوم اكتر من 33% اللي قلناها رفلي كده، ده بيدايجنوز ان في ايديما. ده بالنسبه للاكيوت مايكاردايتس، قلنا انها كومن اسوشيتد مع البريكاردايتس، يا اما هنلاقي بريكاردايتس مع مايكاردايتس او مايكاردايتس مع بريكاردايتس او كل حاجه لوحدها. طيب البريكارديال انفلاميشن ثلثينه بيبقى انفكشس وثلث نون انفكشس، هاويفر ان في 30% نو كوز، وبيبقى في الحاله دي بنسميه ايديوباتيك. الكلو اوف دايجنوزس اوف الاكيوت بريكاردايتس ايه؟ ان انا الاقي نورمال وول موشن، لو معهاش مايكاردايتس يبقى في نورمال وول موشن ومعاها نورمال كورونري ارتي، طبعا ما فيش اي حاجه اسكيميك انسلت عندي، ونلاقي نورمال مايكارديال انزيمز، اكسبت لو حصل مايكارديتس اسوشيتد معاها هلاقي الكارديك انزيمز في الحاله دي ايه اتغيرت. كارديك ام ار اي بلاي امبورتنت رول في الدايجنوز اوف بريكارديتس، لانه بيورينا المورفولوجيكال والفانكشنال انفورميشن اللي احنا عايزينها، فبيورينا انكريز ثيكنس اوف البريكارديوم اوفر ذا 4 ملم، نورمال البريكارديوم 2 ملم، بيورينا الانهانسمنت اوف البريكارديوم، بيورينا الفيسرال والبارايتال لاير اوف انهانسمنت، بيورينا الليت جادولينيوم انهانس برضه اوف التو لايرز او وان لاير لو هو احنا مفيش فلويد فارق بينهم، فهنشوف الانهانسمنت بتاعت البريكارديا. هيورينا البريكارديال افيوجن سواء سيرس او سابيركت او كازيتيك او فايبرس او هيموراجيك اكوردنج ويز ديفرنت سيجنال انتنستي. في ممكن نلاقي ستراندنج حوالين البريكارديا وتبقى دي انسلري فاندنج، ممكن زي اي انفكشن او اي انفلاميشن ممكن بنلاقي ستراندنج للفات اللي حواليه، وبما ان البريكارديوم حواليه فات فممكن نلاقي ستراندنج للفات دي وتبقى اسوشيتد فايندنج معاها. لكن حاجه مهمه قوي الام ار بيوريها لنا ان احنا بنقدر نشوف المايكارديال انفولفمنت علشان نقول ان في اسوشيتد مايو بريكارديتس هنا، ودي بتعليل الريسك والستراتيفيكيشن بتاع البيشنت. ده اكزامبل اوف اكيوت مايو بريكارديتس فور شامبر اند شورت اكسس showing circumferential increase signal intensity of T2 weighted image and enhancement for late gadolinium enhancement. Another example with T2 weighted image show diffusive circumferential area of edema. The another case of example of acute pericarditis with late gadolinium enhancement.
دي اكزامبل فور بريكارديال افيوجن مع اسوشيت بريكارديتس. والافيوجن ده كان فيري مينيمال بس كان نوت دايجنوز باي ايجو. وفي الحاله دي الام ار كان مور سنسيتيف تو ديتكت فيري سمول فيري مينيمال بريكارديال افيوجن. ده اكزامبل اوف بريكارديال افيوجن بالسيني هنا. وعندنا هنا بالليد دوميان انهانسمنت في سيركمفرنشال وول انهانسمنت ايذر للفيزرال اند بارايتال بريكارديال لاير. ده another example of acute pericarditis T2 edema with late gadolinium enhancement اللي موجود في البريكارديوم. ده كان عندنا inferior lateral هنا infarction associated مع pericarditis with late gadolinium enhancement and the T2 showing edema. ده كان example برضو الميكارديال infarction مع pericarditis وكان T2 هنا بورانا الإديمة اللي موجودة. في القط ده لما نزلنا ان عملناه لليتر لقينا ان فيه كان لاترال وول انيوريزم ومعاه ميورال ثرومبس. ده بالنسبه للاكيوت بيريكاردايتس. طب نيجي للتاكاتسوكو كارديومايوباثي او الستريس انديوس كارديومايوباثي او الايرنج بالونيك سندروم او بروكن هارت سندروم. هما ليه سموه تاكاتسوكو؟ لان التاكاتسوكو دي هي الاكتوبس بوت اللي الجابانيز فيشر مان بيصطادوا بيها الاكتوبس عندهم هو بياكلوا هناك اخطبوط. فدي التاكاتسوكو دي هي اسم الشبكه اللي بيصطادوا بيها. It is acute cardiac emergency most frequently occur in the postmenopausal woman in 90% of cases with age range from 60 to 75 who undergo stress. Usually presented with increased cardiac enzymes and acute myocardial infarction like ST segment elevation. It's characterized by typically reversible transient apical wall motion abnormality without any culprit artery, coronary artery disease or invasive cardio coronary angiography. Usually affect the left ventricle in three ways either apical, basal or midventricular. لكن الابيكال والكاركترستيك ابيكال بالون اللي هي دي منظر التاكاتسوكو او اللي هي الاوكتوباس بوت دي هو ده الكلاسيك بريزنت اراوند 80%. لكن ممكن نلاقي في اراوند 30% ان في باي فنتريكولار افكشن مش مقتصر بس برضو على الرايت بيرتي. يعني ممكن نلاقي تاكاتسوكو افكتنج الرايت والليفت. هل ما فيهاش اسكيميا ولا اي؟ لا ما انا هحكي لك اهو لسه في الكاركتر بتاعت الام ار. دي نوع من الكارديومايوبثي هتعرفوه اكتر مع دكتوره دنيا لما تيجي تقول النون اسكيميا كارديومايوبثي. الدياجنوستيك له هنا الليفت فنتريكولار انجيوجرام. لكن الام ار كارديك ام ار ده بيبقى سكند لاين اوف تيست او اكزامينشن لو الايكو ما كانش دياجنوستيك. طب ايه الكاركتر اللي بنشوفها في الام ار؟ بنلاقي ان في ليفت فنتريكولار ديسفانكشن، ان في ديسكاينيتيك سيجمنت. لو خدنا اكزامبل كان ايبيكال بالونينج ده بيحصل في الايبكس اريا ديسكاينيتيك ويحصل ان في هايبر كونتراكتيليتي في الاذر سيجمنتس. وفي الحاله دي هي نوت ريليتد لسنجل كوروناري ارتري تيريتوري. ودايما بتحصل يعني حسب بقى اللي هي افكتنج الابيكال سيجمنت ولا ميد ولا بيز. لكن قلنا زي ما قلنا الكومن هي الابيكال. تاني كرايتيريا بنشوفها هي المايكارديال ايديما. بنشوفها ايذر في التي 2 والتي 1 والتي 2 ماك او ديفيوجن ويتد ايمج. ودي يوجوالي بتحصل ان فيرست 2 ويكس. عشان كده قلنا دايما بنعمل في الحاجات الاكيوت الام ار بنعمله ايرلي زي الاكيوت مايكارديال عشان ما نفقدش الانفلاماتوري تشينجز اللي موجوده. وبتبقى سب ابيكارديال او ميد وول ديستريبيوشن طبعا ملهاش علاقه بكورونري تريتوري وبتريزولف ويذين 2 تو 3 مانس. تيبيكالي هنا في ابسنت ليد جدرينيوم انهانسمنت مفيش تاكاتسوكو ومعاه ليد جدرينيوم انهانسمنت نورمال. لكن ممكن نلاقي ليد جدرينيوم انهانسمنت وفي الحاله دي بيبقى نوت ريليتد للسكار او الديد اوف ذا تيشو. لا ده ريليتد للانترستيشر انكلودنج ايديم. يعني ممكن نلاقي سيرتن بيرسنت ان في عندي ليد جدرينيوم انهانسمنت ده مش سكار في التاكاتسوكو ده نتيجه ان في ديما في الانترستيشر تيشو. الكلو هنا عندنا ان هي ريفرسبل بترجع نورمال تاني بعد ما ده اكزامبل لايبيكال تاكاتسوكو. ده السيني دايستول والسيني سيستول. هنا في سيستول حصل كونتراكتيليتي هنا في الايبكس على الايبيكال بالوني. الليد جادولينيوم انهانسمنت هنا ما عندناش ايه ليد جادولينيوم انهانسمنت. انذر اكزامبل بالانجيوجرام الليفت فنتريكل جرام سيستوليك ودايستوليك وذ برضه الايبيكال بالوني. في التي 2 ويتد ايمج ذير از اريا اوف ايديما هاويفر ذير از نو انهانسمنت في الليد جادولينيوم انهانسمنت. ده اكزامبل برضه الابيكال تاكاتسوكو في الفور شيمبر. هنا لقينا ان في برضه ابيكال بالونج وهايبر كونتراكتيليتي للبيزال سيجمنت. وعندنا هنا في التي 2 في سوري في الليد جادولينيوم انهانسمنت مفيش انهانسمنت. في التي 1 ماب والتي 2 ماب لقينا ان في انكريز للفاليو في الابيكال اريا اوف ابيكال بالونج.
ده another example of تاكاتسوكو. ده اتعمل له follow up بعد 10 ايام حصل فيه reversibility. ده منظر الابيكال بالوني وهنا الإديمة اللي موجودة في التيتو ويت الإيمج. هنا في الايرلي جادولينيوم انهانسمنت في سب اندوكارديال ديفيسيت بس لكن ما فيش ليد جادولينيوم انهانسمنت ودي كاركترستيك للتاكاتسوكو. طيب الليد جادولينيوم انهانسمنت يقدر يفرق لي ما بين الثلاث حاجات الكبار الاكيوت مايكارديال انفاركشن والديستريبيوشن بتاعه سب اندوكارديال والاكيوت مايكاردايتس السب ابيكارديال والتاكاتسوكو ويز نو الليد انهانسمنت ان ذا ليد جادولينيوم فيز. الحاجة الخامسة عندنا المايكارديال انفاركشن with non-obstructive coronary artery هي الميلوكا. الميلوكا prevalence دي بترينج from 1 to 14%. Its diagnosis depend on the presence of clinical or biochemical evidence of acute myocardial infarction presented with chest pain, increased biochemical biomarker of the cardiac or the cardiac enzyme and ECG changes associated with exclusion. لازم يكونش فيه any obstructive coronary artery ويز ستينوس اكتر من 50%. يعني ممكن الاقي فيه كورونري ارتي 30% ده ممكن يدخل في المينوكا لكن لو اكتر من 50 هي مش منوكا. سواء شخصته بالانفيزيف كارديو كاثرايزيشن او النون انفيزيف سي تي انجيوغرافي وما يكونش معاه اذر ابارنت كوز اوف اكيوت بريزنتيشن. دي الثلاثه ريكويرمنت اللي احنا عايزينها عشان نشخص منوكا. طيب ايه البوسيبل كوز اوف المينوكا؟ ان يكون عندي اسكيميك ديزيز اللي هو نيملي مايكارديال انفاركشن بكورونري بليت او اي ستينوزس لزا 50% رابشر اور ايروجن اوف البليت كورونري امبوليزم كورونري ديسكشن مايكروفاسكولار كورونري سبازم او ان يكون في مايكارديال ديزيز زي الاكيوت مايكاردايتس التاكاتسوكو اند اذر كارديومايوبيس. كل دول برضو كان بريزنتد باي ميلوكا او النون كاردياك كوز ان هو زي البالمونري امبوليزم. ديفرنشال دايجنوزس از كروشال to choose the best therapeutic option for ischemic and non-ischemic causes. The overall prognosis is serious because the mortality and reinfarction rate could not be neglected. Cardiac MRI can detect the cause in 70% of the cases. However, in 16% ممكن ما نلاقيش cause باين لي بالMR. ده بيتفسر بإيه؟ إن أنا عندي myocardial damage اللي حصل كان very small أقل من 1 جرام في الحالة دي هيبقى يعني below the sensitivity في الMR اللي شخصنا. في certain timing لازم نحاول نعمله في المينوكا ان انا يتعمل within 7 days وما يتعملش too early قبل 24 ساعة ولو لقيته negative وعندي very high suspicious clinical data اعيده بعد اسبوع او اثنين to reach the correct diagnosis. يعني اعمله within 7 days ومش قبل 24 ساعة واعيده لو لقيت عندي clinical evidence قوي اعيده بعد اسبوع او اثنين. البروتوكول اللي عندنا في المينوكا هو زيه زي الاكيوت مايكارديال انفاركشن السيني والتي 2 والليد جادولينيوم انهانسمنت والنوفل تكنيك ايذر النيتف والبوست كونتراست تي 1 مابينج والتي 2 مابينج هو نفس القصه بالظبط. هي تفرق عنه ان احنا عندنا بيبقى دايما انه الانجيوجرافي نورمال وعندنا هنا في سب اندوكارديال في الليد جادولينيوم انهانسمنت سب اندوكارديال انهانسمنت وكان معاه سمول اريا اوف مايكروفاسكولار اوبستراكشن. The another example of normal myocardium with lateral wall area of late gadolinium enhancement وكان معها برضو small thin rim of hypointense area of microvascular obstruction. The example of aborted acute myocardial injury في late territory لقيناها بالإديمة موجودة سواء في البيزل أو في الميد ventricular أو في الإبيكال segment with increased signal intensity of الإديمة. لما عملوا البوست الليد جادولينيوم انهانسمنت الحاله دي ما كانش فيه انهانسمنت معنى كده ان حصل سبونتينيوس ريكانلايزيشن او كورونري سبازم ريليف. ده اكزامبل اوف ايبيكال انفيريور اند لاترال وول مايكارديال انجري في ان في بالليد جادولينيوم انهانسمنت في انهانسمنت هنا في الايرلي جادولينيوم انهانسمنت في برضو اريا اوف هايبريميا بالتي 2 موجود برضو الايديما بالهاي سيجنال انتنستي بال T2 map في increase T2 value corresponding to the area in the early and T2 with the image. ده another example of acute myocarditis في lateral wall هنا السني وهنا عندنا T2 with the image في area of increased signal of edema هنا late gadolinium enhancement with هنا المفروض ان هو بالقياس يلاقي ان في area هنا اللي هي الاورنج شويه دي عن الدارك اللي هي الفاتحه شويه دي دي فيها increase T2 value of A الإديمة.
التابل ده بيوردن في الرقل ما بين الستيمي والنون ستيمي والانستابل انجينا والمايكاردايتس والتكاتسكو. هنلاقي ان الكاردياك باي ماركر مش عاليه وتبقى نورمال في الانستابل انجينا ومفيش ليد جادولينيوم انهانسمنت. الاسكيميك ديستريبيوشن انفريكوينت اند ابسنت في المايكاردايتس وابسنت في التكاتسكو، والكورونري ديستريبيوشن ابسنت في المايكاردايتس والتكاتسكو ومختصره بس على الثلاث انواع بتوع ايه الاكيوت مايكارديال انفاركشن، اذا ستيمي او انستابل انجينا. ذا تروماتيك كاردياك اند بريكارديال انجري ده دايما بتحصل مع البلانت تشيست تروما، ودايما البريكارديال انجرد في بيبقى في اللاترال ليفت لاترال وول او الدايفراجماتيك وول. هاويفر از ريجارد الفنت الشامبر اوف ذا هارت يوجوالي رايت شامبر افكتد اكتر من الرايت شامبر. والكاردياك ام ار اي بيورينا الكاردياك كونتيوجن والاديما، ريجنال وول موشن ابنورماليتيز، مايكارديال هيموريج، نو بريكارديام، هيمو بريكارديام، فنتريكولار اند فالف انجري، بريكارديال تير، ايفن تو ريتش تو كاردياك لاكسيشن. ده example of myocardial contusion موجودة هنا في anterior septal part، edema وليد gadolinium enhancement associated مع fracture sternum نتيجة للبلانتوتروم. Another example of midventricular aneurysm with a helical shape enhancement of the myocardium denoting a myocardial contusion. Another example of septal rupture associated with hemopericardium. The intracardiac source of systemic emboli, it can cause deadly, potentially deadly cerebral stroke or myocardial infarction, myocardial infarction or cerebral infarction. Also, it can lead to occlusion of the extremity, the arteries in the upper and lower extremity. يعني دي حاجة مهمة قوي يا جماعة برضو. ممكن تلاقي عيان بريزنت جايلكم cerebral stroke وهو اساسا الاي دي سيستميك امبلاي جايه من الهارت. طب هتيجي من الهارت هتيجي منين؟ هتيجي من الليفت كارديك تشامبر، ايذر ليفت اتري او ليفت اتري الابندج او ليفت فنتري، او تيجي من الاورطه سواء اورطه اثيروما او ساركوما او ثرومبس او اي حاجه، او تيجي من الرايت شامبر ومعاها يكون العيان ده معاه شنط، وفي الحاله دي بتقلعوا رايت تو ليفت شنط، ودي اللي هي ايه اللي بنسميها البارادوكسيكال امبلس اللي هي جايه من الرايت لليفت في وجود الشنط. طيب الكارديك ام ار اي بيوريني بالستراكشر والفانكشن بتاعت الهارت في الحاله دي، وبيقدر ديتكت الكاركترستيك سبيسيفيك باثولوجيز اللي بريديسبوز لامبلس او الثرومبس فورميشن. يعني الام ار بيديتكت دي ايه هي الكارديا كونديشن اللي بتخلي البيشنت اتريست علشان يعمل يفورم ثرومبس او امبلس. الاسكيميك والنون اسكيميك كارديو بايبسي كلهم، الليفت فنتريكولار نون كومباكشن، الاتريال فابريليشن، ميتال ستينوز، اتريال ستينوزز، كل الثلاثه شنط اللي نعرفهم، الانروفنج للكوروناري ساينس والبالموناري ارتيريو فينس مالفورميشن، كل دول بريدسبوزنج. ده اكزامبل اوف دايليتد كارديوميوباثي وكان معاها ايبيكال ثرومبس. الثرومبس دي كانت اكيوت علشان في التي 1 لانها هايبر انتنس سيجنال، فدي كانت اكيوت ثرومبس. ده another example of myxoma of the left ventricle with gradual enhancing filling defect، فكانت myxoma. معلش بالأنكدوت الحالتين دول بالسي تي لأن لقيتهم حلوين ومش لاقي ام ار ليهم. ده كانت filling defect موجود في الأورتك ارش، والعيان ده كان جاي represented بسريبرال ستروك. وده another example of left ventricular dysfunction، كان معاه neural filling defect وكان presented بsignificant stenosis في اللاد. دي example of small impulse passing through the patent foramen ovale اللي هي بتديني paradoxical thrombus. نيجي للفاسكولار كوز، دي حاجات قديمه بس مضطرين نقولها على السريع كده. الاكيوت كورونري سندروم هنبدا بالاكيوت اورتيك انجري، انتراميورال هيماتوما، الاورتيك ديستكشن، والبنتريتنج اتروسكلورتيك اسيد. الاكيوت اورتيك انجري اند رابشر يوجوالي ما بيجينيش في الامرجنسي لان 90% من البيشنت بيضاي ات ذا سين اوف ذا اكسيدنت. يوجوالي الانجري بيحصل فين؟ في الاورتيك اسمس اللي هو بتبقى دي موست موبايل ريجون وبتبقى موجوده هنا. ليه بيفضل الحته دي؟ لان دي اللي موجوده ما بين الاورتيك ارش اللي هو فيكسد بالنيك فيزلز والستاندنج اورتا اللي فيكسد بالليجامنتس ارتيوزز والانتركوستال فيزلز. الانترا الاورتيك رابشر لو ديجريز بتبدا من الانترمال فلاب، انترامورال هيماتوما، سودو انيوريزم اند رابشر اند ليك. الام ار جنرالي ما بيتعملش في الاكيوت ستيج، لكن هو اوبتيمال نون انفيزيف دايجنوستيك تكنيك بيبروفايد كومبليت اكيوريت اناتوميكال ديتيلز ويز سيف اند اكيوريت اند ريبيتابل فولو اب. يعني العيان يقدر نسيف ان احنا نريبيت ان احنا الفولو اب بتاعه. ده اكزامبل اوف بارشال اورتيك رابشر ويز انتيمال فلاب
and the presence of anterior pseudoaneurysm from the anterior aspect of the descending aorta associated with fluid around the aorta and left-sided pleural effusion. The another example of aortic rupture associated with rib fracture and right-sided pleural effusion with focal lung contusion. Another example with circumferential fusiform aneurysm due to aortic rupture. الانترميورال هيماتوما يوجد الاتيولوجي بتاعها related للهايبر انتنسيف patient اللي عندهم hypertension يعني due to spontaneous bleeding from the vasa vasora into the media او نتيجة penetrating atherosclerotic ulcer في الناس دول او انها تحصل نتيجة plant trauma chest trauma. دايما بيحصل ان لما تحصل انترميورال هيماتوما بتبقى الحتة دي weak. لو extended outward هتديني pseudo aneurysm او aortic rupture. لو extended inward هتديني ايه الاورتيك دايسكشن. الام ار بنستخدمه في الحاله دي لو السي تي عندنا ان افيلبل او كونتر انديكيتد. وبرده الام ار مفيد ان هو بيديني الستيج اوف الانترميورال الاديما اللي حصلت واقدر احدد الايش بتاعتها. ايدنتيفيكيشن اوف الانتما هنا مهم لانه هيفرق لي ما بين الانترميورال هيماتوما اللي بتحصل سب انتمال وما بين النيورال ثرومبس اللي بتبقى اون توب اوف الانتما. ده اكزامبل اوف اكيوت نيورال هيماتوما تايب بي وكانت acute في T1 و T2. Another example of internal hemorrhage ما حصلش هنا laceration وحصل لها spontaneous healing. ال aortic dissection بيحصل ان blood enter the media through a defect فبيقسموا ل two walls either truth wall and false lumen. True lumen و false lumen. ال true lumen ده بيبقى continuous مع ال main lumen بيبقى small size شوية عن ال false. ليه بيبقى small؟ لأنه بيبقى compressed بال false lumen اللي هو فيه high pressure وبيحصل فيه wall calcification. الفورس اليوم بيبقى larger في cross section, high pressure, بيبقى فيه delayed enhancement, liable to rupture, liable to thrombosis, ولو characteristic location, ولو characteristic signs اللي هي peak sign أو copoid sign. الأورتيك ديستكشن بيفولو ايذر الستانفورد كلاسيفيكيشن ايذر A or B أو الدباكي كلاسيفيكيشن stage 1, 2, 3 أو الدايسكت كلاسيفيكيشن. ده بالسي تي هنوريكم السيرتن لوكيشن بتاع الفورس انيوريزم تبقى انتيريو لاترال في الاسندنج وبوستيريو لاترال في الديسندنج. البيك ساين دي هي الانجل اللي موجوده بتوين الاوتر وول اوف الاورطة اند ذا انتيمال فلاب. لو حصل فيها ثرومبوزس في الحاله دي بنسميها بلانتد بيك. الكوبويد ساين ريبريزنت فيلينج ديفكت فيلي فورم فيلينج ديفكت موجود في الفورس في الفورس اليوم. ده example of aortic dissection type B أو type 3 موجود الـ intimal flap extending من الـ origin of the left subclavian extending to the descending aorta associated with neural filling defect thrombus. Penetrating atherosclerotic ulcer occurs when the plate undergo ulceration that penetrated intimal elastic lamina into the media with variable amount of intramural hematoma. احنا قلنا في الـ intramural hematoma مع الـ hypertensive patient بيحصل ايه؟ penetrating atherosclerotic ulcer اللي هي بنتكلم عنها هنا بتبريزنتد كومالي بالشيست بين وبيبقى كومالي موجوده في الاورتك ارش والديسندنج اورتا. بتبان ازاي؟ انها تدي مشروم شيب او كونتراست او باوتشنج او فيلينج او باوتشنج اكستند بيوند الاورتك وول. البنتريتنج اثروسكلوريتك ارسر دي يا اما تريزولف كومبليتلي والعيان يعدي يا اما تستي ستيبل او انها بروجريس تو اورتيك دايسكشن او اورتيك ساكيولار انيوريزم وبرفوريشن اند سبونتينيس اورتيك رابتشر. وهي بتفولو الستانفورد كلاسيفيكيشن زيها زي الاورتيك دايسكشن. ذا اكزامبل اوف سمول بنتريتنج اثروسكلوريتك ارسر ويز اوت سايد باوتشنج اوت سايد الكونفاينمنت اوف الاورتيك وول. لو جينا للديلي الايمج هنا هنلاقيها انها جوه الادفنتيشيا. الادفنتيشيا هنا انهانسمنت فهي ستيل ايه جوه الادفنتيشيا بتاعت الاورتا. بالسي تي بتبان برضه الاوت باوتشنج ده وهنا كانت اكستنسيف شويه وحصل لها رابشر مع ميديستانا هيماتوم. اخر حاجه عندنا الاكيوت بالموناري امبوليزم وده اوكلوجن اوف البالموناري ارتري نتيجه 90% او 95% نتيجه باسج اوف كلوت او ثروم باس او كده من الديب فين اوف اللور اكستريميتي. There is wide spectrum of presentation in the patient ولازم ناخدها بعنايه بالذات البيشنت اللي عندهم هاي ريسك. Commonly presented by chest pain. الدي دايمر دايما بيبقى عالي بس نون سبيسيفيك هو سنسيتيف بس نون سبيسيفيك. وناخد بالنا ان دايما الاوفر دايجنوزس از هارمفول ذان الاندر دايجنوزس. في كاركتر للاكيوت بالمراري امبوليزم ان الامبلس نفسها تعمل اكيوت انجل مع الفيزل ان الفيزل نفسه يبقى انلارجد
ان نلاقي فيه بلاد دنسيتي او انتنسي سواء بالسي تي او الام ار جوه ايه الترومبس نفسها او الامبلس نفسها. دايما الاكيوت بالمر امبوليزم اوكيجنلي كان ان هو يوصل يعمل بالمر انفاركشن والامبولاي دي اما اندر جو اورجانيزيشن ريكاناليزيشن اور ريتراكشن. كومبليكيشن اوف الاكيوت بالمر امبوليزم تدي رايت فنتريكل ديستراكشن او بالمر انفاركشن. السي تي هو الجولد ستاندرد للايمجنج موداليتي، لكن امتى بنستخدم الام ار اي؟ لما الراديشن از كونسيدر سبيشالي في البريجننت او اليونج بيشنت، او لو البيشنت عنده كونترا انديكيشن تو ايونيتد كونتراست ماتيريال مالي بريور الرجي رياكشن او سيفير رينال انسفيشنسي. وممكن هنا نستخدم الام ار من غير كونتراست انجكشن، بس في الحاله دي بيجي اون ذا اكسبنس اوف ذا لوور سنسيتيفيتي تو ديتكت السيجمنتال والسب سيجمنتال ارتريز. The example of failing defect of pulmonary embolism with CT or MR. The another example was failing defect في lower right lower loop pulmonary artery. بال CT ده example للأكيوت نلاقي فيه enlargement of the vessel نفسه مع acute angle مع the vessel. وهنا ده example للpulmonary infarction اللي كلنا عارفينه. In conclusion, cardiac MRI is emerging as a versatile diagnostic tool for the management of the patient with cardiovascular emergency. It helps triage of those patients to reduce the hospital admission and cost, as well as improve risk stratification and detection of patients at risk for major adverse cardiac event. It allows good anatomical and functional information, as well as excellent tissue characterization. It helps the assessment of patient with atypical presentation or alternative tissue issue for accurate diagnosis and differential diagnosis. It can differentiate between acute and chronic condition, which help the accurate management. The use of novel sequence increases its sensitivity, specificity, and accuracy for diagnosis. However, the generalized use of cardiac MRI in the emergency department is still far from common and have important limitations, such as its inaccessibility early in the scene of emergency, the deficiency of the number of cardiac imaging well-trained radiographer and radiologist, the instability of the cardiac patient who require accurate care and need the faster cardiac protocol. The length of the examination itself is critical in critically ill patient, affect the patient collaboration, and decrease the image quality. Shukran. بعد كده مفيش اي مشاكل تواجهكم بعد كده.